ما تيجي معانا يا فوز اللوز. ماليش مزاج اخرج الليله. ليه يا مامي؟ مستنيه الماتش. مو صلاح هيضرب ضربته. هو مدفع الافطار اللي هيضرب. يلا كنا حابين تيجي معانا. باي يا مامي. تشاو تشاو. باي. استاذ ممدوح اللي جاب فوزية هانم. فين فين فوزية هانم؟ جوه جوه. ايه اللي عمل فيك كده؟ دعوه امك عسل. تستاهل فوزية هانم. ارجوكي ارجوكي ارضي عن جوزي. والنبي يا فوزية هانم، حضرتك زعلتي منه مره؟ دخل في رجله مسمار. الله اعلم لو زعلتي منه تاني هيجرى له ايه. ارجوكي تسامحيني يا فوزية هانم، انا حياتي باظت. كل يوم اروح الشغل متاخر العربيه بتاعتك يحولوني للتحقيق ويخصموا من المرتب. ده حتى الاكل، الأكل يا فوزية هانم بقى طعمه مر. إيه ده؟ ستوب! إيه التمثيل الوحش ده؟ ما هو أنا علشان تعبان المفروض، وكمان دخل في رجليا مسمار. وإيه كمان؟ سامحتيني بقى. سامحتك بس على شرط تصلح الإزاز. عينيا. وكمان وإنت راجع تفوت على الكبابجي تجيب 2 كيلو كباب فيهم 3 كيلو ريش. 10 يا ست الكل. وما تنساش الآيس كريم بالبندق وحياتك وتشيرت ليفربول. أيوة. لا لا، اسبقني أنت وأنا حصلك. ارضي عنه والنبي يا فوزية هانم. بصي لو كان عمل حاجة أوعدك إنه مش هيكررها تاني. خلاص؟ عن إذنك. قولي له الريش تبقى ضاني. حاضر. وما ينساش الآيس كريم. حاضر. إلهي تقع على خلقتك. حضرتك عايزة حاجة تاني مني؟ لا شكراً.